تفقد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل يرافقه رئيس مجلس الماء والإعمار نبيل جسر ووفد من الاختصاصيين مشروع جار مياه الأول وسد بسري إلى بيروت الكبرى عند مدخل النفق محلة المشرف الدامور، واستمعوا من فريق عمل الشركة المتعهدة للمشروع على شرح حول المراحل المنجزة فيه. هيدا أكبر مشروع مياه بالبلد، مشروع جر مياه الأول وسد بسري، اثنينهم سوا قيمتهم أكثر من 850 مليون دولار، وهيدا مشروع بينخرط بالاستراتيجية الوطنية للمياه. هيدا أكيد منذكر مرسوم مشروع الأولي هو طلع سنة 70 ونام بالأدراج لسنة 2010. سنة 2010 وقع الوزير باسيل بأكتوبر 2010 الاتفاق يلي ضم البنك الدولي ومجلس الماء والأعمار ومؤسسة مياه بيروت ووزارة الطاقة، وبلشنا بهالمشروع الكبير. وطلع خليل والحضور على أعمال الحفر من داخل أنفاق المشروع، وقطعوا مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر من المسافة الإجمالية للأنفاق التي تمتد 30 كيلومترا عبر سكة الحديد.